اسمي ميخوري، أنا مصممة، مديرة، أم وتيتا. أنا فلسطينية من مدينة رام الله، ودرست في مدرسة فرنس، ورحت سنة على جامعة بيرزيت، وبعد ما تزوجت نقلت سنة 74 لعمان، وإلي عايشة بعمان من سنة 74 لهلا. بحب أقول لك إنه أنا يعني من قبل 21 سنة حقيقة فقدت زوجي، وصفيت أنا المعيل الوحيد لأولادي الثلاثة، عندي صبيين وبنت. نتيجة إني فقدت زوجي اللي هو المعيل الوحيد للعيلة، إني يعني بلشت بدي أشتغل. كل عمري عندي عاطفة قوية لتراثنا ولحرفنا اليدوية الفلسطينية. وجودي برام الله حوالى أهل وأصدقاء وجيران بيلبسوا اللباس التقليدي المطرز بالإيد، واستعمال حرفنا اليدوية، طبق القش والنحاس والفخار، كله ما بعرف هيك إشي فيي عاطفة يعني جذبتني لهالإشي هاي القديمة، وصرت كأني هذه هويتي، صارت يعني هالتراث القديم هو بحكي عن هويتي الوطنية الفلسطينية. خلال 19 سنة تقريباً أنا كل ما أشوف أو حدا يفرجيني قطعة قديمة من أي نوع، يعني كان قش، كان نحاس، كان فخار، أي شيء، تطريز، ثوب، طوالي هيك في شيء بجذبني إلها وباخدها. فصفى عندي مجموعة كبيرة من تراثنا القديم بجميع الخامات، بصمم عفش وأكسسوارات منزلية وتياب وحتى حلى. فبس بلشت أنا، بتعرفي عادة إحنا إيش يعني التوب تبعنا الفلسطيني ولا الكفتان هو اللي مشهورين فيه، بس أنا لاحظت خلال سنين لأنه إلي 19 سنة بهالمجال إنه حبيت كمان نفس الشيء زي ما حبيت الجيل الجديد إنه يحب العفش اللي يكون فيه حس تراثي، إنه نفس الشيء الأواعي، مش ضروري إنك تلبسي توب كله مطرز ومش عملي وطويل وبالألوان التقليدية. صرت أدخل التطريز أو الخط العربي ب تصاميم حديثة اللي الكل يلبسها، كبابيت وبلايز وتونيك وبنطلون وإلى آخره، وكتير لقيت يعني اهتمام، وإنه حسيتهم إنه بالفعل خليتهم يهتموا بهالناحية هذه، والكل يعني معجب بهاي الطريقة اللي أنا يعني بستعملها، الكونسبت تبع التصميم اللي هو باخد القطعة القديمة وبعطيها قيمة زيادة من خلال تصميمي، اني ويصير وظيفتها شويه مختلفه ولها قيمه، اسمه اب سايكلينج بالانجليزي. اسم العمل هو توب بير السبع. عاده بير السبع كثير مشهوره بتطريزها المميز وغني كثير والوان مختلفه، فجربنا انه نعمل توب بير السبع من خلال خزانه اللي هي كتير حديثة يعني التصميم تبعها، وفي إلها وظيفة مش بس كعمل واقف هيك. وبدي أقول لك أنا لأني بشتغل بخامات مختلفة، يعني بشتغل مع حوالي 50 حرفي بعمان، كل واحد بالحرف اللي يعني شاطر فيها بعطي العمل اللي يعملها. صرت بدي هالخامات أنا أوظفها بتصاميم اللي تبرز هالتراث وتكون القطعة عملية ونقدر نستعملها ببيوتنا ونضلنا نحكي فيها، خصوصاً لهالجيل الجديد، لأنه التراث القديم عماله بيروح، يعني قديش بده يضل من القطع القديمة. فبطريقة توظيفي لإلها أنه أعملها طاولة أو أسويها ضمن كرسي أو مراي أو بنش، اللي هو أول إشي بكون في قصة لكل قطعة أنا بصممها، وبكون عم بفسر وبحافظ عليها، بفسر عليها، لأنه يعني أنا لاحظت خصوصاً للجيل الجديد لا اسم القطعة ولا وظيفتها القديمة معروفة بالمرة. دائماً إحنا بنخبرهم عن فلسطين وعن تاريخ العيلة وعن تاريخ فلسطين لكل الصغار، يعني أنا مثلاً عندي أخ شهيد نحكي لهم قصته وإيش عمل وشو ناضل، يعني كلهم بيعرفوا عنه مع أنه إله قبل ما يخلقه بسنين هو استشهد. نفس الشيء عن رام الله وعن إيش إحنا كنا نعمل، يعني أنا والدتي قبل ما توفت على طول الخط كانت تحكي هالقصص
القديمة عن بلادنا وعن تاريخنا لكل الأولاد الصغار فبيعرفوها. أولادي وأولاد أولادي كلهم يعني صفيت من خلال شغلي عرفتهم على هالتراث. وحقيقة كتير في ناس كمان يعني من هالجيل، لأني يعني من خلال هالسنوات عرفت إيش التصاميم اللي بتجذب هالجيل الجديد. تعرف هلأ كلهم بدهم بيوت حديثة يعني وعفش حديث، فعشان شوي أجذبهم وبضلني أفسر لهم. حلو إنه أنت يكون عندكم قطعة واحدة لو إنه تحكي عن تراثكم وتحكي عن هويتكم الوطنية، مش ضروري كله هيك بس خشب مربع ومحطوط وبنعملكم إياه مربع، بس يكون فيه قطعة تانية اللي تجذبكم يعني. وكل الناس بيلاحظوا هالعاطفة اللي عندي بالنسبة لأعمالي ولشغلي، كتير حلو الواحد يكون يعمل شيء بحبه. الحمد لله.